انضمنا دلوقتي شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، واللي كان موجود النهارده في تدريب الفريق الصباحي. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزاك بقى طبعا تطمني على تدريبات النهارده، على حالة المصابين وعلى الاستعدادات الخاصة بلقاء الوصل الإماراتي يوم الخميس اللي جاي. عارفين إن الفريق إن شاء الله هيسافر بعد بكرة، عايزين نعرف البرنامج المحطوط للفريق لغاية إن شاء الله يوم السفر. يمكن شيماء يمكن الاهلي تدرب اليوم في التاسعه والنصف صباحا، طبعا استعدادا لمباراه الوصل لمباراه الخميس المقبل زي ما تفضلتي وقلتي. يمكن الروح المعنويه للاعبي النادي الاهلي، يمكن انا شايفها النهارده بدا الاهلي يركز في هذه المباراه الهامه، في هذه البطوله الهامه. بدات اللاعبين خلاص تنسى اجواء بطوله افريقيا وتركيز فقط في مباراه الوسط الاماراتي. يمكن عوده الدوليين النهارده لتمرين التمرين الاهلي النهارده كان تدريبهم خفيف، فيمكن باقي اللاعبين كان في النهارده ايضا تقسيمه مع من قبليها كان في اطالات وكان فيها جري حوالين الملعب. يمكن كان في جلسه سريعه مع مستر كارتيرون والدكتور خالد مع عجيه ومعلول وطبعا والقائد اعمال مدير الكوره والكابتن محمد يوسف والمدرب العام، وكان في جلسه كارتيرون في الملعب مع الاندمان. يمكن كان في تدريبات تاهيليه لرامي ربيعه وعجيه ونجيب ومع اللاعب الكابتن مصطفى كمال انفرد بالحراس كالعاده اكرامي والشناوي وعلي لطفي. يمكن ادوا تدريبات النهارده والاروع والاجمل ممكن تالقوا فيها الثلاث لاعبين. اللعيبه اللي شاركوا بالامس ولاعيبه المنتخب كان تمرينهم خفيف النهارده وكان في ريكفري علشان خاطر الحمل بتاع مباراه امس مع سبعه مباراه منتخب امام المنتخب التونسي. باقي اللاعبين وليد سليمان، عاشور، مؤمن، الشيخ، ميدو، سعد سمير، هشام، شريف، باسم، حمود، يمكن شاركوا النهارده في تدريبات تخصصيه على الجول مخترقات من العمق والاجناب لانهاء الهجمات. كان لها لقاء مع الدكتور عصام، طبعا دكتور الفريق او رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على جميع مصابي النادي الاهلي. يمكن الدكتور خالد يمكن اتكلمت عن استفاضه عن حاله كل لاعب، عن عوده كل لاعب للفريق النادي الاهلي. يمكن قال لي احمد فتحي باذن الله خلال 10 ايام هيكون موجود في الملعب، اللاعب محمد هاني من 7 ل 10 ايام هيكون موجود في الملعب، عمرو السوليه حوالي 3 اسابيع وهيكون موجود في الملعب، اجاي هيكون موعد عودته للملعب 15/12، معلول هينزل الملعب 20/12، محمد نجيب هيشارك في الملعب ايضا يوم 7/12، رامي ربيعه يمكن في خلال يومين هيكون موجود في الملعب. سالته على اسلام محارب النهارده كان متغيب عن تمرين اللقاء اليوم، قال لي اسلام النهارده في راحه بكره هيشارك في التمرين بشكل طبيعي. يمكن دي كانت ابرز اجواء تمرين اليوم والاطمئنان على حاله مصابي طبعا لاعبي النادي الاهلي اللي احنا طمنا عليهم بعد الاهلي. شيماء اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.